بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني عشان خاطر نكمل في بقية الفيديو اللي فات، لما قلت لكم ان احنا هنعرفكم ازاي نعدل على الجنرال بوس. انا هعدل على في الجنرال بوس في الثلاث حاجات دول، اللوميش واستراتيجي سنتر وان نوكر ميشيل لانشر. ناوي ماشي، شغل بس اللعبة عشان خاطر نوريكم. طبعا دي الرسالة وانتوا هتظهر لكم بعد كده وانت تقول لها كنسل. ليه انا اخترت ان انا اعدل على الحاجات ديت؟ كمان يا جماعة في حاجة انا عايز اسأل سؤال، هو ليه مفيش دعم؟ يعني ليه دايما المحتوى العربي مفيهوش دعم؟ مبيبقاش فيه دعم رغم ان الواحد بيتعب عشان خاطر يجيب لكم الحاجات ديت تبقى محتوى عربي، ما تبقاش محتوى اجنبي، تبقى باللغه العربيه بدل اللغه الاجنبيه اللي انت ممكن تعاني فيها. يعني كتير قوي من العرب بيعانوا فيها في اللغه الاجنبيه ديت، الواحد بجد فعلا بيتعب وبيطلع عينه مش فاهم. دايما بنحب الاجنبي نوت اليو اس اي. بص يا ريت يا جماعة يكون في دعم. Let's build. أنا قلت هعدل على الاستراتيجي اللي هو دوت عشان خاطر هو إن هو هتظهر ايش بتاعته بيختار منك إن أنت تعمل اللي هو بيت الدابات أو بيت وبيت أو بيت الطيارات، وكمان تجيب رينك تلاتة اللي هو مش يعني هو محتاج منك عشان خاطر تظهره إن أنت يبقى عندك بيت دبابات وبيت الاستراتيجي والاي سي بي ام اللي هو النووي دوت. ده عشان خاطر تعمله محتاج تعمل الباتيك كانون زي ما قلت لك قبل كده، وعشان تعمل تظهر الباتيك كانون برضك محتاج ان انت تظهر التوم هوك ستور والاستراتيجي سنتر وده التوم هوك ستور. ماشي، انا دلوقتي هخرج وهبتدي اول حاجه اعدل عليها هو البيت الاستراتيجي بالنسبه لي عشان اوريك انا ليه هعدل على اللي مش اللي هو السلاح يعتبر الفاينل والنهائي بتاعهم. وهي قصة بسيطة، انت مجرد بس ما يعني ما هتشوف ده التعديل بتاع الاستراتيجي هتعرف على طول. قلنا ان انت هتحتاج برنامجين اللي هو الاكس سي سي ميكسر والنوت باد. هنفتح الاكس سي ميكسر وهي واقفة زي ما هي اهيت، عن زي ما انت كنت واقف جوه في ال، نرجع تاني ورا عشان خاطر لو ما حدش شاف الفيديو اللي فات، مطرح ما انت ما حطيت المود بتاع الكونتر 009 بتفتحه اهو. وزي ما قلت برضك المره اللي فاتت بكرر تاني، هتلاقي عندك باتش 3 وباتش 2 وباتش 1، ما تخشش غير على باتش 2 وتاخد بعضك بعد كده تقوم نازل. في الداتا اي ان، في الداتا اي ان اهوت ادي هتلاقي بص جنرال يو اس اي، هنعمل لها اكسبورت او اكسترا على ديسكتوب او اي مكان انت بتفضله عادي، يعني ما فيهاش مشكله خالص، خلاص مالهاش لازمه نقفلها خالص اهي. تمام، هناخد نفتح مكان اللعبة وهنيجي خش على الداتا على الاي ان وهنعمل نيو فلتر. تمام، هنكتب في النيو فولدر ده اوبجكت، اوبجكت ونقول له بيست، نفتح الاوبجكت ننزلها تحت وناخد الجيميل بوس كوبي ونقول له بيست
وهنفتحها على النوت باد. تمام. هنجيب استاجي سنتر، نقول له كوبي. بيست. فايند. تمام. ادي الاستراتيجي سنتر بيقول لك المطلوب منك ان انت تعمل واحد من الاثنين، ايه الور فور الور فاكتوري اللي هو بيت الدبابات، والاير فيرد اللي هو بيت الطيارات، ماشي، وتجيب رينك 3. انا هلغي رينك 3، تمام، هلغي انا رينك 3 دي، انها هتاخد وقت. حلو الكلام. وبعد كده هعمل ترول اف واخد اليومش كوبي بيست واقوله فايند. ادي اليومش، نسيب اليومش دلوقتي وبعد كده نرجع له تاني. نزل الاول ايه بيت الاستراتيجي، قول له سيف، اهم حاجه تنساش سيف، يس سيف تاني. تمام. ونخش نشغل اللعبه، نو كنسل، ونزل مع بعضينا البيت الاستراتيجي. الموضوع هيبقى سريع يعني مش بطيء. New construction made in the US of A. Let's get to work. Have a job for me. Going up. All finished. What's the story? Let's get to work. Bring on the scaffolding. New construction. Made in the US of A. Let's get to work. More projects. Have a job for me. Keep them busy. All finished. Any more projects? Bring on the scaffolding. Let's build. Getting to work. طبعا زي ما شايفين الحاجات كلها بتاخد وقت، ده الطبيعي. Any more projects? بيت الاستراتيجي ظهر من غير ما انا محتاج رينج وايد بيني على طول. طبعا لما هو كده بيتبني نقفل نقول اكزيت. يس. تعالى بقى لليومش. احنا واقفين اهو على اليومش، هو هيفتح. هو مطلوب منك انك تبني
بيت الدبابات والبيت الاستراتيجي وان الناوي اللي هو نوكر ميشيل لانشر. انا هلغي الحاجات دي كلها وهخليه من البدايه، يبقى معايا، هيبقى زيه زي اللهم صل على النبي بيت الطاقه وبيت العساكر. هنا بيقول لك التايم بيلد بياخد 800، انا هلغي ال 800 دي واخليها 10 ثواني. تمام. هو عامل 40,000 كاش، انا هلغي ال 40,000 دول خالص كده زي ما انا عايز واخلي واحد. ده الكاست بتاعه، ده الفلوس اللي انت هتدفعها عشان خاطر تبنيه، ماشي. والتايم بيلدين ده الوقت اللي بياخده في البنى، وهنا اللي هو النطاق بتاعه والمساحة بتاعته. تعالى برضك في حاجة فوق، دي الماكس بتاعه. تمام. بيقول لك انك هو واحد، انا مش هخلي واحد، انا هلغيها كده واقول له انا عايز كتير ونقول له سيف. ما تنسوش اهم حاجه السيف، بكرر عليها تاني، نقول له سيف تاني. نقفل، شغل، ما تنسوش يا جماعه لو في اي حد عنده تعليق، مشكله يعني، ولا اي حاجه، او عنده استفسار عن حاجه معينه، يبقى اكتب لنا في التعليقات. ولو في حد عنده حاجه يفيدنا بيها يكتبها لنا برضك في التعليقات. طبعا اللي انا عملته ده معاه انت ممكن تعمله مع اي وحده موجوده. ادي بالجرور. Let's build. الكاش بتاعه واحد، بص هنا اهو، الكاش بتاعه واحد ويتبني. Made in the US of A. طلع. هو بياخدش حاجة من الطاقة. بص البنا بتاعه ممكن تخليه ثانية. أنا عملت 10 ثواني. Let's get to work. Any more projects? Lay in the foundation. أبني زي ما أنا عايز. Have a job for me. What's the story? هو أقوى سلاح. ممكن تقوي أكتر من كده. Yeah. وده انت ممكن تعمله في اي حاجه انت عايزها. Let's get to work. That one's done. ماشي. طيب كده انا شرحت لكم اللي انت ممكن تعمله، والكلام ده ممكن تعمله مع اي وحده انت عايزها موجوده معاك في الجيش عموما اللي انت مختاره. كده بقى انا شرحت لكم انت هتعملوا ايه، وان شاء الله ان شاء الله الفيديو الجاي هوريكم ازاي تصنع جنرال من اول وجديد، وهوريكم لمحة منه دي لمحة عن ازاي تصنع جنرال من اول وجديد وتخليه يبني ويطلع وحدات اللي انت عايزها، اللي انت نفسك فيها تجمعها مع بعض، اوفرلورد مع هيليكس مع بيتال ماستر، ماشي، مع الجيش الامريكي، مع حاجات الجي ال اي، الحاجات دي تتضم مع بعض في جيش واحد. ده اهوت، ده المفروض ان ده جنرال بوس مين، ده بقى امريكي، وادي بيت الجرارات. هو ما بيبنيش غير البيت الرئيسي بس دلوقتي، بس انا قلت اوريك لمحه من ماشي، لان هو بياخد وقت، يعني الموضوع ده بياخد وقت ومجهود وتركيز كتير، لان انت هتجمع تبتدي تعمل الجيش ده من اول وجديد،
تصنعه من اول وجديد بقى، بس هتختار اللي انت عايزه وتحطه في الجيش اللي انت هتعمله. تمام، نقفل. قلت اوريكم لمحه عن ان شاء الله علن اللي جاي، وان شاء الله برضك هيبقى برضك في برضك فيديوهات نعملها برضك عشان خاطر نعرف الناس ازاي تعمل ميشن. الناس اللي بتحب الميشنات انت ازاي تصنع ميشن اللي انت عايزه. ما تنسوش يا جماعه الدعم، اللايك والاشتراك في القناه، ولو في اي حد عنده اي حاجه تفيدنا بيها يا ريت يقول لنا عليها عشان خاطر كلنا نستفيد مع بعضينا. لان بصراحه ما تزعلوش مني، مش هقول كلهم بس 90% من الاجانب ما بيساعدوش. يعني ما بتيجي تطلب منه مساعده او تطلب منه حاجه في المساعده ويعرف ان انت عربي ما بيرضاش يساعدك. يعني بصراحه ده 90%، وده عن تجربه مع معاناه بيني وبينهم بامانه، رغم ان انا في الانجليش ضعيف، بس اللي هو الترانسليشن اللي هو الترجمه من على جوجل ريحت كتير بصراحه. برامج الترجمه كانت بتريحني كتير، انها كانت بتساعدني، بس كان في اوقات ما كنتش بفهم من كلامهم حاجه، بس يعني الحمد لله. بس يا ريت الدعم يبقى يكون موجود يا جماعه للمحتوى العربي، يعني يا ريت تساعدوا المحتوى العربي، لان فعلا الواحد بيتعب في الموضوع ده عشان خاطر يوصل لكم الحاجه تبقى بسيطه وسهله وباللغه بتاعتنا الام. وكده اقول لكم كل سنه طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. سلام عليكم.